على رجلك، قصدي على ايدك انت. اتفضل يا استاذ، اتفضل. ايوه يا سيد، مدام سعاد حسني توصل بعد 10 دقايق. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اين العروس؟ عروس مين؟ الانسه اميره الفنانه. بتصور فين؟ في شوارع القاهره. انا حي في شوارع القاهره. الله. عارف فين شوارع القاهره يا استاذ؟ شوارع القاهره. ما انا ساكن في الشارع اللي وراها. ورايا. شوارع القاهرة يا مفترين. اطلع يا اسطى. على فين؟ شوارع القاهرة. ما احنا في شوارع القاهرة. ده احنا يبقى وصلنا. متشكرين يا مولانا. اطلع يا اسطى. قلنا على فين؟ مالكش دعوة، اطلع وبس، مفيش وقت. اشوفك ست اشهر بفكر في كلمه ومش لاقيها. منى حبيبتي، هقول لك ايه يا حبيبتي؟ ازيك؟ دي كلمه هايفه، وحشاني دي كلمه صغيره، بحبك كلمه اليومين دول ملهاش اي مفعول. ما بقالهاش اي معنى خالص. شفتي؟ حتى انت مش لاقيه كلمه تقوليها لي. زي ما انت شايف. يا حبيبتي يا منى، يا حبيبتي، هي لغه واحده بس العالم كله بيعرفها، هي اللغه اللي بتوصل المشاعر الحقيقيه. وانت بقيت خبير فيها. الشوق واللهفه يا حبيبتي يعملوا اكتر من كده. الشوق واللهفه ولا المواني؟ المواني؟ ما تفكرنيش بالمواني. اللي انا اتصرفت تصرف مش عارف بقى اذا كان صح ولا غلط. احكي لي احكي لي. هقول لي يا حبيبي، اخر مينا كانت ايه؟ نابولي في ايطاليا. صوفيا لورين. يا شيخه صوفيا لورين يا حبيبتي. واللي بعدها يا روحي؟ مارسيليا في باريس. ترشيد برضو يا روح قلبي. منى غصب عني. أنا آسف، ما كانش في قدامي حل تاني. صح. منى، أنتِ أقدر عليكي. أوعدك إن هعوض لك كل الحاجات دي. تعوض لي إيه بقى؟ منى، منى أصل الحقيقة أنا اضطريت الهدايا اللي جايبها لك من إيطاليا وفرنسا أبعتها لأختي مع ماما. هدية إيه؟ كان لازم أعمل كده عشان أقدر أوضب لك الجو الشعيري ده. عشان انا وانتي نبقى لوحدنا في البيت. انا هديتي كتاها خلاص يا حبيبي. يا حبيبتي يا روحي. يا سلام، كانت دايما تعزيني في وحدتي، لكن دلوقتي خلاص لقيت الاصل، لقيت روحي، لقيت حياتي، لقيت اللي مش ممكن الاقيه في اي مينا في الدنيا. تعالي تعالي يا حبيبتي تعالي، ده انا بقالي ست اشهر ما شفتكيش. منى. تعال. لا. يا بحب. لا. عشان خاطري. تعال. هكسرك. من فين؟ طيب. هقطعك. حتت حتت. وهرميكي من القطط. القطط ترميني من القطط؟ اه. منى. هقطعك. قطعني قطتي. أنا أحب التقطيع، قطعني قطتي، قطع أنا أحب التقطيع، قطعني وإيه يعني، قطعني وإيه يعني، بملامحي وتقطيعي، من أحلى القطع قطتي، رجلي وإيدي وجدودي وعيني، يا ما من تلوي ورميتهم ونسيتهم عشرات الأسى أسى بيا، قطعني فقطيع، قطع أنا أحب التقطيع، قطعني وإيه يعني، دي ملامحي وتقطيعي، من أحلى القطع قطعتي. ليه كده ليه؟ قصدك ايه؟ اصلها دي مش اول مرة اسمع عنك اخبار سرة، واغضب منك واعرف انك، واغضب منك واعرف انك زي القرعة تنزل برا. ما تشكيش ابدا فيا، ما تحاوليش تسرحي بيا،
ليه كده ليه؟ تقصدي ايه؟ قصدي اقول لك حتى يا بطه اطحن فلفل دوق الشطه. قصدي اقول لك حتى يا بطه اطحن فلفل دوق الشطه. شد الحافه عند كتافك احسن تبرد نام وتغطى. انا هتجنن علشان خاطري. لا 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 قلنا يا حنن. بطلي عندي وطوعيني علشانك مش علشاني. احسن بعدين تلاقيني احلف ما انا راجع تاني. وانا اقدر يا حبيبي؟ مش ممكن. جرس الباب. الله يخرب بيتك يا ريتني خلعتك ورميتك. وده وقته بس. ايه يا فندم؟ احنا جينا. حضرتك عايز ايه؟ عايز هنا. لازم حضرتك غلطان في الشقه. مع السلامه. لا 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 خليهم اتفضلوا. اتفضلوا. الله ايه ده؟ بكره ليه كده التكليف ده يا مدام؟ ليه الشمبانيا اللي انت جايباها على الترابيزه والحاجات دي والشمع؟ احنا ما كناش عايزين نكلفك، احنا جايبين حاجتنا كلها معانا معانا معانا. العريس اهلا وسهلا. مدام منى كلها ذوق وكرم وحسنيه. ميرسي يا ام. يا نهار اسود. وكاله من غير مواد. منى 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 منى. اعمل ايه يا حبيبتي؟ تهتي مني. طب يلا يا حبيبي خير هدومك، احطها كده قدام الناس. طب تعالي غيري.